الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد بالعاصمة الإدارية. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر المجاعة الجماعية في قطاع غزة وتعلن وفاة 32 بسبب سوء التغذية. التاسعة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع آلاء طاهر. إليك يا آلاء. شكرا أحمد وأهلا بكم مشاهدينا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائب رئيس غينيا الاستوائية سلم رسالة من الرئيس أوبيانغ ناجيما رئيس غينيا الاستوائية تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والرئيس السيسي. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. كما استقبل رئيس السيسي رئيسة بنك التنمية الجديدة ديلما روسيف، حيث أكد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيودورو ناجيما أوبيانغ مانغ نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس أوبيانغ ناجيما رئيس غينيا الاستوائية تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والسيد الرئيس وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في هذا الإطار مجريات زيارته لمصر التي التقى خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانيات القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن وتجمعات العمرانية والطاقة والنقل والصحة والدواء. حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي. كما تناول اللقاء الأوضاع القارية والإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل إلى وقف الإطلاق النار بقطاع غزة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين بما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية. تناول اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مصر والبنك الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد. وقد أكد السيد الرئيس محددات رؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيرا إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك
لا سيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية. كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، مما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجا. هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتقدم رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب إلى الرئيس السيسي وأبناء الشعب المصري بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع بالخير والأمن والسلام. هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي برقية تهنئته تقدم رئيس مجلس الشيوخ باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بخالص التهاني والأمنيات القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا استلهام قيم التضحية والفداء من هذه المناسبة من أجل الوطن الغالي تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي. هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقدم رئيس مجلس الوزراء في برقية تهنئة بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيا الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام. وعاهد مدبولي في برقية الرئيس على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي في أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق تطلعات المواطنين، وحتى ينعم وطننا العظيم بالخير والتقدم والازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقية تهنئته أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون رئيس السيسي بهذه المناسبة المباركة يؤكدون استعدادهم التام للبذل والتضحية والفداء في إنكار للذات اقتداء بالمثل العليا التي أرصتها هذه المناسبة المباركة، وفاء منهم للمهام والمسؤوليات العظمى التي كلفهم بها شعب مصر العظيم لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية والذي يستمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة التشكيلات والوحدات التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. وفي نهاية المرحلة أكد الفريق أسامة عسكر أن القوات المسلحة تمارس المهام المكلفة بها في حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومات قتالية وفنية متطورة وقدرات بشرية مؤهلة في كافة التخصصات تتمتع بقدر كبير من الوعي والمعرفة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وقدرة على تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجة والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي. كما شهد مدبولي توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاما بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة رورو وكذلك لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما يتم إعداده من دراسات متكاملة بشأن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء وتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال. وخلال اجتماع أشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، مؤكدا الاهتمام بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فرص المنافسة العالمية. تحل اليوم الذكرى 16 على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبا سياسيا ومئات الشباب السياسيين من مختلف الأيديولوجيات والأفكار في تجربة غير مسبوقة برهنت على أن الاختلاف قوة وأن الوطن يتسع للجميع. وتؤكد التنسيقية على أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب. كما قدمت نموذجا ناجحا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين ومثالا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ. وإذ تؤكد التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح
تحد يستدعي العمل المستمر والدؤوب، وإيمانا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة من أجل تنمية حقيقية ومستدامة ورؤية بمفهوم جديد. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وضمن مبادرة راعي مصر الشهرية بتوزيع 3000 كرتونة ل3000 أسرة، قامت مؤسسة راعي مصر بتوزيع مجموعة من الكراتين في عزبة النخل بمحافظة القاهرة. يأتي هذا النشاط في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية على التخفيف من أعباء الحياة على الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. كما تؤكد على أهمية تكاتف جميع الجهود الخيرية والتطوعية لدعم المحتاجين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. دشنت مؤسسة الجرح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من منافذ تجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي على نحو 50,000 أسرة و250,000 من المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظتي الفيوم والجيزة. وقام متطوع المؤسسة بالشراكة مع نحو 100 جمعية شريكة وقاعدية بتوزيع اللحوم على المستحقين طبقا لقواعد البيانات المدققة لوصول الدعم للأكثر احتياجا. كما قامت المؤسسة بتشغيل عدد من مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع نحو 6,000 وجبة مطهية يوميا بإجمالي 54,000 وجبة. احنا من خلال مطبخنا هنا، مطبخ قرية الروضة مركز طمية محافظة الفيوم، بيتم طهي الطعام ابتداء من الساعة 8 صباحا، وبيتم اعداد وتجهيز الوجبات من قبل متطوعي مؤسسة جمال الجرحي. بيتم تجهيز 1000 وجبة يوميا بيتم توزيعها من قبل متطوعي مؤسسة جمال الجرحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على الأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجا. وطبعا ده بيتم بناء على البيانات الدقيقة للحالة، وده بيبقى من خلال البحث الميداني. بدأنا من 1 ذو الحجة لحد يوم 9 ذو الحجة، يعني على مدار التسعة أيام إن شاء الله 9,000 وجبة. الغرض من الموضوع ده إيه، أو من الوجبات دي إيه؟ إن إحنا ندخل السعادة على أهالينا، الناس الأرامل، الأيتام، الناس اللي هم مش قادرين المعيشة على قد ما بيقدروا. والحمد لله رب العالمين الشيء ده يعني مفرحنا كلنا، والناس اللي معانا دي كلها شغالة وفرحانين بحاجة زي كده، وبفضل الله قدرنا نطلع حاجة محترمة. اشتغلنا على مدار شهر رمضان برضو بنفس السيستم ده ونفس الوضع ده بفضل ربنا الحمد لله. وكل اللي يهمنا في الموضوع ده ان احنا نسعد الناس واهالينا اللي حوالينا. بنطلع كل يوم 1000 وجبة، يومين فراخ ويوم لحمة، بنطلع يومين رز ويوم مكرونة، تمام. بنطلع 1000 علبة خضار. الوجبات دي بتروح للناس أكثر احتياجا في البلد والبلاد المجاورة ليها. بنبدأ شغلنا هنا من الساعة 8 صباحا، بنحضر شغلنا للساعة 5، نبدأ تغليف الساعة 5، ومن الساعة 5 بنبدأ نجهز الوجبات بتاعتنا، بنطلعها بنوزعها من الساعة 6 لحد باب البيت. تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مشروع تقدر في 10 أيام لدعم طلاب الثانوية العامة وذويهم للعام الثاني على التوالي، وتستهدف المبادرة شرح جميع المواد الدراسية وتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بمشاركة نخبة من خبراء التعليم. وقد شمل المشروع للعام الحالي التركيز على بعدين، وهما البعد الأكاديمي المكون من مرحلتين متتاليتين والبعد النفسي. وأوضحت المؤسسة أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة تقدر في 10 أيام بلغ نحو 675,109 طلاب وأولياء أمور.
نظمت مؤسسة حياة كريمة وجامعة الفيوم قافلة تنموية شاملة في قرية فانوس بمركز طامية. القافلة قدمت كشفا طبيا وعلاجا ل 679 حالة في تخصصات مختلفة، ونظمت حملات توعية ضد العنف تجاه السيدات وندوات صحية عن فقر الدم وورش عمل عن تصنيع منتجات الألبان. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة، وذلك لضمان لحوم بجودة عالية. وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سق الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر، ويعد سعر السق هو الأرخص في مصر، بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه ويكفي لأسرة واحدة، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية. We'll be right back.
حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر المجاعة الجماعية في قطاع غزة، وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم توثيق 32 وفاة بغزة نتيجة سوء التغذية، منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة. كما أكد أدهانوم ضرورة اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور ووضع حد دائم لمعاناة الملايين. دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها، وأكدت ضرورة دعم الوكالة لإعادة أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم، مضيفة أن هناك حاجة لبذل الكثير من الجهد للتوصل لتنفيذ قرار بوقف إطلاق النار الذي صدق عليه مجلس الأمن الدولي. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن نحو 3000 طفل يعانون من سوء التغذية، معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. نتابع في التقرير التالي. في ربوع غزة أطفال يأكلون العلف ويشربون المياه المالحة للبقاء على قيد الحياة، ومشاهد مروعة تظهر أطفالاً يموتون أمام أعين أسرهم بسبب نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف قالت إن نحو 3000 طفل يعانون من سوء التغذية، معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نقص في الوقود والغذاء والإمدادات الطبية مع استمرار الحرب في غزة، ومنظمة الإغاثة العاملة على الأرض تلقي باللوم على قوات الاحتلال لمنع دخول ما يكفي من شاحنات الغذاء إلى غزة، فيما يؤثر العنف المروع والنزوح على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى المرافق وخدمات الرعاية الصحية. وذكر تقرير أممي أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155% خلال عام 2023، وأن هناك 23 ألف انتهاك جسيم بسبب الأوضاع في غزة في الربع الأخير من عام 2023. كما تم تسجيل 7837 انتهاكا ضد 4247 طفلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. كما أوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10,000 مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، فيما تواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح جنوب رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بقطاع غزة. استشهد 6 فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمنزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء منذ ساعات الصباح إلى 14 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. من ناحية أخرى أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق واسعة وسط رفح الفلسطينية وغربها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الشهداء بالقطاع بلغ 37,200 شهيد واثنتان، فيما أصيب 84,932 آخرين. أدركت الأمم المتحدة الجيش والأمن الإسرائيلي في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023. وذكر تقرير أممي أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفع بنسبة 155% خلال العام الماضي، وأن هناك 23,000 حالة انتهاك جسيم لا تزال في حاجة إلى تأكيدات بسبب الأوضاع في غزة في الربع الأخير من عام 2023. كما تم تسجيل 7,837 انتهاكا ضد 4,247 طفلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة تعكس مواقف النرويج الثابتة في دعم حق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال مباحثات الصفدي مع وزير خارجية النرويج سبين بارث إيدي، والتي ركزت على جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ورفع العقبات الإسرائيلية أمام إدخال مساعدات كافية وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة. من جانبه أكد إيدي موقف النرويج الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ورفع جميع العقبات أمام إدخال المساعدة الإنسانية إلى القطاع. رحب المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه جامعة الدول العربية حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، رحبوا بالجهود المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر الجاري، وذلك لإطلاق حوار وطني سوداني باعتباره مساهمة مهمة في تعزيز التوافق بين القوى السياسية المختلفة ويسمح بتهدئة الأزمة وتقريب وجهات النظر. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، حيث ثمن المشاركون بالمبادرات والجهود المختلفة المبذولة على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية لصالح السودان، وهي مسار جدة لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل ومبادرة الاتحاد الإفريقي والإيجاد لدعم الحل السياسي الشامل ومبادرة دول الجوار السودان برعاية مصر.
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المستجدات الأمنية في الجنوب وتطورات الأوضاع في غزة وانعكاساتها على الاستقرار في لبنان. وعقد ميقاتي سلسلة اجتماعات دبلوماسية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والتشاور بشأن المستجدات الأمنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان. قالت وزارة الداخلية في البحرين إن حريقا اندلع بسوق المنامة القديم انتقلت النيران إليه من مبنى سكني مجاور. وفي بيان لها أشارت الداخلية البحرينية إلى أنها قامت بالدفع بقوات الدفاع المدني لمكان الحريق في محاولة لإخماده، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها اللازمة في الموقع. قدمت مصر بخالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا إثر حادث حريق البناية بمنطقة المنقف. هذا وطلب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببدء التحقيق في أسباب الحريق، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحريق. وكانت الداخلية الكويتية قد أكدت أن الإحصاءات الأولية كشفت عن أن هناك أكثر من 49 حالة وفاة وعشرات المصابين، مضيفة الإحصاء النهائي للخسائر سيتم بعد استكمال معاينة خبراء الأدلة الجنائية لموقع الحادث. أعلنت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات بهدف إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، وذلك عبر زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن أن تلك الإجراءات تضرب الطرق المتبقية لدى روسيا للحصول على المواد والمعدات في الأسواق الدولية، بما في ذلك اعتماد موسكو على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة، موضحة أن قائمة العقوبات الجديدة تضم أكثر من 300 هدف بما في ذلك بورصة موسكو. تعهدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على العقوبات الأمريكية الموقعة عليها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن تترك الأعمال العدوانية الأمريكية دون رد. هذا وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من مواردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترو بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة المناطق، حيث تم اطلاعه على سير العمليات الخاصة في أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله إن بوتين عقد اجتماعات منفصلة عقب ذلك مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة المناطق للاطلاع على التقدم المحرز في العمليات العسكرية الخاصة وخطط مواصلة العمليات القتالية. أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على البلاد، مما تسبب في نشوب حريق بمنشأة صناعية وإلحاق أضرار بمنازل وإصابة أشخاص. وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 5 من أصل 6 صواريخ
و24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الأسلحة الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة كييف. قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن غارة روسية على مسقط رأسه في جنوب أوكرانيا أدت إلى مقتل وإصابة نحو 20 شخصا. وفي بيان له أوضح زيلينسكي أن القتلى سقطوا في هجوم صاروخي روسي على بلدة كيرفيريج جنوب أوكرانيا. أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة مجموعة السبعة المقررة الخميس في إيطاليا. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريحات صحفية إن الرئيسين سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا يشير بوضوح إلى أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر لوقت طويل مستقبلا. عقد رؤساء دفاعات حلف الناتو جلسة افتراضية مع نظرائهم من الدول شركاء العمليات العسكرية. وذكر بيان صادر عن الناتو أن مبادرة اللجنة العسكرية تستهدف تعزيز مشاركة الشركاء التشغيليين مع الحلفاء، بالإضافة إلى التأكيد على المشاركة في عمليات الناتو ومهماته وتدريباته. من جانبه أكد القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أن الناتو يعمل على تحديد مجموعة من الشركاء الذين قد يكونوا مؤهلين لزيادة عدد الحلفاء ومضاعفة قوة الحلف. حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الرعاية الروس في الدنمارك من محاولات استهداف محتملة من قبل السلطات هناك، مشددة على أن موسكو ستواصل الدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج. وقالت زخاروفا إن أي مواطن روسي يعيش ويمارس أنشطته بشكل قانوني في الدنمارك معرض للاستهداف حاليا من قبل الأجهزة الخاصة هناك بذريعة التجسس المزعوم. رست المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي في ميناء هافانا بدولة كوبا، ويأتي ذلك في إطار رحلة طويلة تنفذها برفقة الغواصة النووية الروسية. وقالت الخارجية الكوبية إن السفن ستتواجد في هافانا لكن أي منها لن يحمل أسلحة نووية وأن وجودها لا يمثل تهديدا للمنطقة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة كانت الطريق الوحيد أمامه. وخلال خطابه للفرنسيين الناخبين دعا ماكرون الأحزاب الديمقراطية إلى التحالف معه قبل الانتخابات. قال مسؤولون إن الحزب الجمهوري المحافظ الرئيسي في فرنسا أقال زعيمه إريك كاسيوتي بعد أن حاول إبرام اتفاق انتخابي مفاجئ مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قبل الانتخابات المبكرة. وأضاف المسؤولون إن الجمهوريين سيقدمون مرشحين للشعب الفرنسي بوضوح واستقلالية للتصويت في 30 يونيو والسابع من يوليو. أعلنت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد ستعد في الأشهر المقبلة خططا بشأن كيفية تنفيذ القواعد المعدلة لطالبي اللجوء والتي سيتم تطبيقها في منتصف عام 2026. وقالت المفوضية إن الأمر سيتطلب صياغة آلاف الصفحات من النصوص التنظيمية المعقدة وصفة إياها بالمهمة الشاقة.
وتأتي الوثائق بناء على حزمة تشريعية اعتمدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أنهت ما يقرب من عقد من المفاوضات المثيرة للجدل لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد. اقتصاديا، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملاتها الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية والمستثمرين والأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.770 تريليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 61.5 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم 1.8 مليار جنيه. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية. وأثناء مراسم إحياء ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، شدد غوتيريش على أن نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن الصراعات الجديدة والطويلة الأمد تؤثر على الاقتصاد العالمي. أعلنت بورصة موسكو وقف التداول بعملتي الدولار واليورو اعتبارا من 13 يونيو الجاري، وأكدت البورصة في بيان لها أنه لن يكون هناك تداول للأدوات المالية مع تسويات بهذه العملات في أسواق الأسهم والمال. وأوضح البنك المركزي لروسيا الاتحادية أنه يمكن للشركات والمواطنين الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية، مؤكدا أن جميع الأموال بالدولار واليورو في حسابات وودائع المواطنين والشركات ستظل آمنة، وسيستمر إجراء المعاملات في السوق خارج البورصة. أعربت أستراليا عن أملها في أن ترفع الصين الحظر الذي تفرضه على بعض الواردات إليها. هذا وتوقع وزير التجارة الأسترالي دون فاريل رفع الحظر الذي تفرضه بكين على بعض الواردات بعد الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ للبلاد. وقال وزير التجارة الأسترالية إن زيارة لي الذي سيكون أول رئيس وزراء صيني يزور أستراليا منذ 7 سنوات من شأنها إزالة الحاجز التجاري الأخير. وحظرت الصين لاتصالاته على مستوى الوزراء مع أستراليا وفرضت سلسلة من الحواجز التجارية الرسمية وغير الرسمية منذ عام 2020. ورياضيا، تواصل ألمانيا تعزيز إجراءات الأمن قبل بدء كأس أوروبا يورو 2024. هذا وشددت الشرطة الألمانية إجراءاتها للحفاظ على سلامة 2.7 مليون مشجع في الملاعب العشرة التي تقام فيها المباريات، فضلا عن نحو 12 مليون في مناطق المشجعين بأنحاء البلاد. يو
يواصل المنتخب الألماني استعداداته للمشاركة في يورو 2024، ويلعب منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية أمام اسكتلندا يوم الجمعة في البطولة التي يستضيفها على أرضه. وتدخل كتيبة المدرب يوليان ناجلسمان منافسات اليورو متسلحة بعامل الأرض والجمهور، كما أنها تسعى للذهاب بعيدا في النسخة 17 وتعزيز رصيدها بلقب قاري رابع. بدأ المنتخب الفرنسي تدريباته في ألمانيا استعدادا لبطولة يورو 2024، وتلعب فرنسا في المجموعة الرابعة مع كل من بولندا وهولندا والنمسا، ويفتتح منتخب فرنسا مشواره في البطولة بمواجهة النمسا يوم 17 من يونيو الجاري. يواصل منتخب إسبانيا استعداداته لمباراته الافتتاحية ضد كرواتيا في يورو 2024 يوم السبت المقبل في برلين، حيث تضم مجموعة إسبانيا كل من بطلي أوروبا إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وصيفة مونديال 2018 إلى جانب ألبانيا. أعلن نادي يوفنتوس تعيين تياغو موتا مديرا فنيا جديدا للفريق، وأعلن النادي في بيان له أن عقد المدرب الجديد يمتد حتى 30 من يونيو 2027، وبدأ موتا البالغ من العمر 41 عاما مسيرته التدريبية في عام 2018 بدءا من فريق الشباب في باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي أنهى معه مسيرته كلاعب قبل بضعة أشهر، ثم تولى منصب تدريبه في سيزينيا وبولينيا ليضمن التأهل التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع بولينيا في الموسم الماضي. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية التاسعة، وإلى حضراتكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد بالعاصمة الإدارية. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر المجاعة الجماعية في قطاع غزة وتعلن وفاة 32 بسبب سوء التغذية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، كنا معكم الزميل أحمد عبد الصمد وأنا آلاء طاهر.